السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم دليلة كويزين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم هي دجاج محمر، يعني دجاج ديال العرادات. نتمنى أنه ينال إعجابكم وتجربوا هذه الطريقة ديال منى، هي اللي غادي تحضر لنا هاد دجاج محمر. نخليكم مع المقادير والطريقة. شنو بعد الأول اللي دايرة؟ ملح شوية، لا اللي دايرة في توم، ثومة مطحونة. بالنسبة للدجاج كيبغي الثومة مزيان، يعني كيبغي الثومة بالزيت، يعني ديرو الثومة مزيان وكتطحن مع شوية ديال الماء. هنا ضفت كنجبير كيف كتشوفوا، دارت الملحة. هنا غضيف البزار، يعني المقادير على حسب الدجاج اللي عندكم. المعلقة معايا صغيرة، داكشي اش كتشوفوها كدير بزاف، صغيرة بس صغيرة، يعني بحال هكا معلقة كبيرة هكا، يعني قاد الغرض. هنا غضيف شوية ديال السمن، شفتو الخرقوم، ودابا السمن، هذه معلقة صغيرة. هنا ضفت بامات ديال الزعفر الاخر، انا زعما ما كنديرهمش في العاده، ولكن قلت لك ضروري خصو يداروا في الدجاج باش يعطي اللون ديالو. راه مهم دار ديك الباكيه، ما عرف فيها 6 ولا 8 ما عرفتش بالضبط، 8 وحدات صافي. والحامض غادي تخلط، يعني هاد المقادير كاملين اللي دارت ديال الثومه مع العطريه والسمن. من بعد ما كان الدجاج يعني مغسول مزيان ومحيدي لي داكشي ديالو الريش وداكشي اللي كيبقى فيه مغسول مزيان، غادي ترقدو في هاد العطريه اللي دارت. غادي ترقدو مزيان، حنا حاجتنا به ان شاء الله حتى الصباح. غادي ترقدو بالليل باش ان شاء الله الصباح يكون واجد، يعني كتدخلي ديك العطريه للجناب كلهم، كتدخليهم ديك العطريه. صافي، هنا غادي تخليه مرقد ليله كامله، يعني في الصباح غادي ان شاء الله نجبدوه. كيف كتشوفوا هنا في الطنجره دارت البصله محكوكه ولا مطحونه، ضفت عليها الماء. الصباح غادي تبدا دير فيها الدجاج. هنا نسات واحد العملية ما درتهاش، يعني ما ربطتش الدجاج رجليه، نسات، يعني نسينا كاملين صراحة. المهم هي النتيجة والبنة.
انا كيف كتشوفو كتحيد العظم الحامض مصير، يعني غضيفو عليه حتى لدابا، يعني حتى بدا يطيب عاد غضيف عليه الحامض مصير. هذا زعفران شعره كتسخنو شويه في الجنب ديال المقله، هذا غادي ديرو مع الدجاج. يعني دابا حتى بدا كيطيب الدجاج عاد كضيف الزيت، تقريبا يمكن شي كاس. صافي هنا كتخلي الدجاج حتى كيطيب، وملي كيطيب كتحيدو، يعني هاد المراحل مشاوليه من الصور، كتحيد الدجاج وكتخلي ديك لاصوص، كتقطع البصله كديرها في طنجره صغيره وكتسقيها من هاد لاصوص ديال الدجاج، وكتخليها يعني كتضيف ليها العطريه كامله اللي دارت في الدجاج، كتضيفها لديك البصله وكتخليها حتى كتشحر مزيان كتعقد. كيف كتشوفوا هنايا راه هي دارتها في هاد الطنجره، وتداك يعني ديال الدجاج داك الكبده والقلب وداكشي توا قطعاتو دارتو بوحديتو كيطيب، ومنين طاب ضفتو على البصله. كيف كتشوفوا هذه دابا هي النتيجه ديال يعني الدغميره ديالنا. نتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وتجربوا هذه الوصفه على هذه الطريقه اللي دارت منى، ونخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. نخليكم في امان الله.